من في رأيك المرشح الأبرز للفوز بيورو البطولة القادمة كأس الأمم الأوروبية؟ بالنسبة لليورو يوجد فرق كثيرة. أنا رئيس شرفي للعديد من المنتخبات بالمناسبة، فبالتالي بالنسبة لي أنا إذا فهمتك صح بطريقة صحيحة، فأتمنى ريال مدريد أن يفوز بالدوري الأبطال، ولكن الأجواء إذا أقيم أي مباراة نهائية في البرنابيو استاد ريال مدريد، فبالتالي الأجواء كانت رائعة، كنت أستمتع كثيرا بتواجدي هناك. أنا لازلت عضو شرفي هناك في هذا النادي الملكي، ولدي العديد من الذكريات الرائعة، ولازلت رئيسا شرفيا لنادي في سويسرا، وأمارس هذه المهام، ولدي العديد من الذكريات مع الأندية المختلفة الأخرى بالطبع. نعم، أنا أتذكر العديد من الذكريات خصوصا بإفريقيا مع منتخب، على سبيل المثال مع منتخب نيجيريا، أنا كنت فخورا بما قدموه في كأس العالم، بما قدمه منتخب سويسرا أمام منتخب نيجيريا، كانت ذكريات رائعة مع الكرة الإفريقية أمام منتخب الأم. هذا كان خلال فترة رئاستي. حسنا، أنا أود أن أشكركم، أنا بالفعل مستمتع جدا بهذا الحوار، أتمنى أن أكون معكم في مصر في يوم من الأيام وأن أتحدث لكم وجها لوجه. أنا سعيد لحديثي معك كريم خصوصا في هذه الفترة الجيدة. أود أن أقول كم أنا سعيد لأني أعتبر أن مصر وبيتي الثاني وإفريقيا هي قارتي الثانية. أعتقد أني سأتمنى أن أنهي حياتي وأنا أشعر بهذا الشعور تجاه إفريقيا وتجاه المصريين، وأنا أتمنى أن أنهي حياتي وأنا أحب الأفارقة. شكرا لكم، شكرا لك كريم، وشكرا لبرنامج رقم 10. جوزيف سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الأول من نوعه عالميا وأفريقيا ومصريا.